قتل لامه وبوه. يا لطيف. سالوا القاضي قال ما علاش قتلتهم؟ قالوا السيد القاضي طول عمري شاكك بيناتهم علاقه لين شديدهم بالكبش. استغفر الله يا رب. امشي ولي جاب لها راجلها كليماتيزور من الفرحه قالت له يبرد قوايبك. واحد توزي قاعد واحد توزي قاعد في مؤتمر دولي قام واحد فرنساوي قال احنا حفرنا تحت برج ايفل ولقينا اسلاك تليفونات وهذا دليل على انه التليفونات عنا عندها 100 عام. قام واحد طلياني قال احنا حفرنا تحت برج بيزا ولقينا اسلاك وهذا معناها التليفونات عندنا 500 عام. قام تونسي قال احنا حفرنا تحت برج خديجة وما لقينا شيء معناها عندنا 5000 عام بالبورتابل. مش حاح جاب خدام للدار قالوا اللي كنت تخدم عندهم قداش يخلصوا فيك؟ قالوا كانوا يعطوني ناكل ونشرب. هي قالوا ما تهملناش سوب. قالوا كيفاش عملت سوب؟ قالوا صمنا 2 وخميس. والدختي قال لي وقت ندخل الجنة باش نسأل فرعون كيفاش بني الأهرامات. وهذا قلت له فرعون في النار. قال لي ما لأسأله أنت. الله دختي الله. قال لك في الوتيل قومت رجلها نص الليل تعيط. قالت له فرش قرد في الشباك قوم اضرب ولا هرب ولا قتلو. قال له ارقد يورك تتهني. اول حاجه ذيك غوريلا مش قرد. ثاني حاجه ذيك المرايه مش شباك. واحده مريضه في العاش وهي على الاخرى قالت رجل اهني باش نموت اعترف لي كان خنتي. يقول لك كيت منعي. قال لك خرجت قال لك في العالم كي عرسوا سيتي ام مغياج مغفيو. كان حفل زفاف رائع والعروسين زاد الحفل جمالا في تونس هاي لا يلا.